يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم في الحقيقة غاية في الأهمية، والأحداث هي اللي بتفرض نفسها، فبالتالي عندنا تفاصيل مهمة جدا جدا هنتكلم فيها على مدار الحلقة النهاردة. كمان من ضمن الأمور المهمة هيكون معنا بعض الأخبار المحلية والعالمية بخلاف كل ما يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الأهلي في فقرات مختلفة، لكن دايما بيكون مهم تواصل حضراتكم معنا كما هو المعتاد، ومن خلال سؤال حلقة اليوم، والسؤال عبارة عن رأي حضرتك في الأسباب اللي أدت للتعادل امبارح ما بين الأهلي وفريق البنك الأهلي في مباريات بطولة الدوري الممتاز. هاخد رأي حضراتكم والأسباب اللي من وجهة نظر حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم من الترند. دايما بيكون في عناوين مهمة نبتدي بيها في ترند الأهلي. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية الفجة. وكمان الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب. أما في الترند العالمي، ميسي مهدد بالإيقاف 12 مباراة. النهارده في مباريات مهمة في مختلف البطولات، لكن تحديدا عايز ابتدي بكأس العالم لكرة اليد اللي بتقام في مصر، بطولة ناجحة جدا لحد دلوقتي. المباراة الأولى بتتلعب في هذه اللحظات ما بين مقدونيا الشمالية وتشيلي، النتيجة 13 كام يا جماعة؟ 13-13 بين الفريقين، وهي نتيجة تهمنا في الحقيقة، لأن الفريقين دول أو المنتخبين دول معانا في مجموعة مصر اللي بتضم مصر والسويد ومقدونيا الشمالية وتشيلي. كمان مباراة بتلعب في هذه اللحظات ما بين كوريا الجنوبية والاتحاد الروسي، والساعة 7 في 4 مباريات، السويد ومصر بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، البرتغال والجزائر، سلوفينيا مع بيلاروسيا، وفرنسا مع سويسرا. دي مباريات الساعة 7. الساعة 9:30 في ماتشين، ماتش أيسلندا مع المغرب والنرويج مع النمسا. ماشيين احنا بشكل جيد، والمباراة الأخيرة أديناها بشكل رائع أمام مقدونيا وكسبنا بسكور كبير، لكن إن شاء الله نواصل على هذا المنوال. ده فيما يتعلق ببطولة كأس العالم لكرة اليد. أما مباريات الدوري المصري، فالنهاردة في 3 مباريات، في مباراتين اتلعبوا خلاص الساعة 2:30، كانت المباراة الأولى ما بين سيراميكا كليوباترا وطلاع الجيش، وانتهت بفوز سيراميكا بنتيجة 2-1. غزل المحلة كمان لعب الساعة 2:30 مع مصر مقصة، ومصر مقصة فاز 2-1 على المحلة. أما المباراة الأخيرة في الدوري المصري النهاردة، وهي ابتدت منذ لحظات قليلة جدا، وهي مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للفرقتين. الدوري الانجليزي واستئناف لمباريات هذه الجوله، الجوله رقم 19 تحديدا، وارسنال ونيوكاسل هيلعبوا الساعه 10 بالليل. دي مباريات الدوري الانجليزي او المباراه الوحيده النهارده في الدوري الانجليزي. اما الدوري الايطالي فمباراه مهمه جدا لميلان، هيقابل كالياري الساعه 10 الا ربع، وميلان من خلال هذه المباراه بيحاول يستعيد الصداره بعد فوز انتر امبارح على اليوفي بنتيجه 2-0 في مباراه كبيره جدا في الدوري الايطالي. والدوري الايطالي تحديدا السنه دي مشتعل جدا، بخلاف كمان الدوري الانجليزي اللي اصبح قوي جدا جدا هذا الموسم بخصوص المنافسه على البطوله. عندك مانشستر سيتي دلوقتي دخل في المنافسه، مانشستر يونايتد متصدره الجدول، ليفربول بقى لهم كام ماتش ما بيكسبوش، ليستر سيتي في الصوره، يعني في منافسه قويه جدا في الدوري الانجليزي. لكن الأهم بالنسبة لنا كل ما يتعلق بالنادي الأهلي، وتعليق مهم جدا عن مباراة الأمس ما بين الأهلي والبنك الأهلي، سواء من الجانب الفني أو الجانب التحكيمي. تفاصيل مهمة جدا استنوها معانا بعد الفصل. يلا، القصة فاقت كل الحدود، يعني الموضوع بقى واضح وضوح الشمس، وحاجة بقت صعبة جدا جدا، يعني الأخطاء التحكيمية اللي متكررة على النادي الأهلي في المباريات الأخيرة. الأهلي لعب 7 مباريات لحد دلوقتي في بطولة الدوري، 4 أخطاء تحكيمية مؤثرة وهعرضهم لحضراتكم بعد شوية، وده بيعطل بشكل أو بآخر سواء عن عمد أو دون عمد مسيرة النادي الأهلي في بطولة الدوري بشكل واضح جدا جدا يعني. ففي إيه يا جماعة؟ يعني في إيه؟ لحد إمتى هنفضل في الأخطاء التحكيمية دي؟ يعني الفار موجود وبرضه في أخطاء تحكيمية، وأخطاء تحكيمية متكررة، مش بقى خطأ جدلي مثلا او حاجه فيها وعليها، او حاجه ممكن نقول عليها فاول او مش فاول، او ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، مش حاجات يعني نقدر ناخد وندي فيها، لا دي حاجات واضحه، حاجات واضحه، اخطاء فجه فعلا، حاجه غريبه جدا. ايه المطلوب؟ في ايه؟
احنا عايزين نعرف، احنا نفسنا حد يطلع يرد كده من اتحاد الكره يقول لنا ايه الموقف، ايه المشكله. وفي الحقيقه الاخطاء دي وتكرارها وتكرارها دفع النادي الاهلي ان هو النهارده يبعت خطاب للاتحاد المصري لكره القدم، خطاب مهم جدا وبيتكلم فيه في بعض الامور الهامه، وانا هعرضه لحضراتكم دلوقتي على الشاشه. والاهلي يطالب اتحاد الكره بايقاف الاخطاء التحكيميه الفجه حرصا على ميزان العداله. الاهلي قال ايه؟ ارسلت اداره النادي صباح اليوم خطابا الى اتحاد الكره المصري تطالبه فيه بالتدخل الفوري لايقاف الاخطاء التحكيميه الفجه وغير المبرره والتي تسببت في عرقله مسيره الاهلي وحرمانه من حقوقه المشروعه في المباريات السابقه. حد يختلف على كده؟ لا، محدش يختلف على كده. واكد النادي في خطابه على ان الاخطاء التحكيميه التي شهدتها بعض مباريات الاهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحه. حد يختلف على كده؟ لا طبعا، ولكن امتد الامر ايضا الى حكام الفار، واضحه جدا، حيث تم الغاء اهداف صحيحه 100%، ثالث هدف يلغى للنادي الاهلي صحيح هذا الموسم، ثالث هدف، وهجيب لحضراتكم المواقف، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعيه حصل، بالاضافه الى استبعاد الحكام الدوليين من اداره غالبيه مباريات الاهلي في تصرف غير مفهوم. النادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في مصر وفي الشرق الاوسط، اللي طبيعي جدا جدا مبارياته يديرها حكام دوليين. انت لو مش هتخلي حكام الدوليين يديروا مباريات للنادي الاهلي، امال هيديروا مباريات لمين؟ انت بتجرب في النادي الاهلي يعني؟ ده كلام غير مقبول اطلاقا. وجاء في الخطاب ايضا ان النادي الاهلي لم يكن يرغب كعادته في التعقيب على اداء التحكيم المصري، ولكن الاخطاء التحكيميه الاخيره والمتكرره والتي اثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجله والبنك الاهلي واللتين شهدتا اخطاء غير مقبول سواء من حكم الساحه او من حكم الفار، دفعت النادي لهذه المخاطبه العاجله حرصا على مبدا تكافؤ الفرص. والاهلي هنا بقى مش بيتكلم على الاهلي بس، لا، هو الاهلي عايز عداله في كل مباريات الدوري لكل الفرق، ما يبقاش في تعمت وتعنت ضد النادي الاهلي. وطلب النادي الاهلي في اخر خطابه اللي تم ارساله الاتحاد المصري لكره القدم صباح اليوم، طلب اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكره بضروره التدخل لاعاده الامور الى نصابها الطبيعي بايقاف الاخطاء التحكيميه وتطبيق معايير ثابته على الجميع لضمان استكمال بطوله الدوري في اجواء رياضيه بعيد عن الشحن الجماهيري ووسط معايير راسخه للعداله والشفافيه بين جميع الانديه المتنافسه. ده نص خطاب النادي الاهلي اللي تم ارساله النهارده للاتحاد المصري لكره القدم. تم ارساله ليه؟ بعد ايه؟ بعد الاخطاء الكتير اللي حصلت مع النادي الاهلي على مدار المباريات السابقه، اربع مباريات من السبعه اخطاء تحكيميه واضحه بشكل كبير جدا وبتؤثر بشكل او باخر على مسيره النادي الاهلي، والاهلي اهم حاجه بالنسبه له العداله. احنا عايزين العداله تبقى بالنسبه للكل. تمام؟ حلو. طب احنا هنفضل كده لحد امتى؟ يا هنفضل كده النادي الاهلي بيعاني تحكيميا لحد امتى؟ عندنا اخطاء فنيه؟ عندنا اخطاء فنيه، مفيش مشكله. مباراه امبارح هتكلم عنها فنيا برضو بشكل بسيط جدا، لكن اخطائنا الفنيه، اخطائنا الفنيه احنا هنقدر نعالجها، احنا نقدر نعالج اخطائنا الفنيه ونقدر نتدارك موقفنا ونقدر نحل كل الامور والازمات الفنيه، مفيش مشكله. عندنا جهاز فني قوي وعندنا لاعبين مميزين واثقين فيهم كامل الثقه. لكن الاخطاء التحكيميه بقى اتحاد الكره هيعالجها ولا لا؟ هيشوف حل فيها ولا لا؟ احنا دي الحلقه الكامله اللي نطلع نتكلم فيها بخصوص التحكيم على مدار الفتره اللي فاتت كتير جدا. طيب تعالى لي بقى في ايه؟ في جزئيه الاراء المختلفه او مش المختلفه، هو كان راي واحد اللي كان مختلف، وهقول لحضراتكم كان مختلف ليه. وامبارح بعد المباراه دايما احنا بنقعد نتابع الفقرات التحليليه في مختلف الاستديوهات التحليليه بخصوص ارائهم في الامور التحكيميه في المباراه والحالات التحكيميه في اي مباراه يعني. فامبارح الكابتن احمد الشناوي على قنوات اون تايم سبورت، الراجل قال الكوره مش هدف، وقرار الحكم كان صحيح بالغاء هذا الهدف، او قرار الفار تحديدا كان صريح بالغاء هذا الهدف. هنعرض برضو لحضراتكم كلام الكابتن احمد الشناوي وهو له كل التقدير والاحترام، لكن كان طبيعي جدا ومنطقي، كان طبيعي جدا ومنطقي ان هو يقول ان الكوره مش جوه. ليه بقى كان طبيعي؟ لان ابنه الكابتن عمر الشناوي وبرضو له كامل التقدير والاحترام كان هو حكم الفار في هذه المباراه،
فانا ابني حكم الفار هطلع اقول يعني ابني غلط؟ لا، هقعد اجادل وما اديش فرصه للي قدامي انه يتكلم، زي ما حصل مع الكابتن عماد متعب امبارح، كابتن احمد شوبير في الاستوديو، كابتن محمد ابو العيله نجم نادي الزمالك السابق، مش فاكر كمان كان مين معاه، وما بيدهمش فرصه حتى ان هم يتناقشوا في الجزئيه دي. فهو الراجل عنده حق، ابنه يعني موجود في الماتش وكان هو حكم الفار، فمش هيطلع ابنه غلطان. حلو حلو، تعالى لي بقى للناس الاقدم شويه اللي قالت ان الكره جون، والناس اللي استغربت ان ازاي الكره دي ما اتحسبتش. نبتدي بالكابتن جمال الغندور في احدى القنوات امبارح اتكلم، زي ما حضراتكم شايفين كده التصريح اهو، قال لك ايه؟ قال لك الكوره جون صحيح 100%. جمال الغندور يعلق على هدف ايمن اشرف وعقوبه الشناوي، هو الراجل قال ايه في المداخله بتاعته؟ قال الهدف صحيح 100%، وما فيهوش اي نقاش، ما فيش اي حاجه تدفع انك تلغي هذا الهدف. الحاجه الوحيده ان يكون في توجهات معينه. والله مش بنقول كلامه خلاص، وانا لو تفتكروا من كام حلقه برضو اتكلمت معاكم في الجزئيه دي. طب تعالى الكابتن سمير محمود عثمان قال لك ايه وهو حكم دولي كبير جدا، قال لك هدف الاهلي في البنك الاهلي صحيح 100%. طب ايه الاسباب يا جماعه؟ طب حاولوا تدوروا على اي مخرج يعني. طب يمكن مثلا ايمن اشرف ضرب المدافع، ما ضربوش. طب يمكن الكره ثابته مثلا، لا دي كره متحركه، الكره ردت من العارضه، فانت بتكمل تحاول تحطها جول. ليه ما تتحسبش؟ هل هو ضرب المدافع بتاع البنك الاهلي؟ ما ضربوش، ما فيش اي احتكاك يدفع الحكم لالغاء الهدف. فدي حاجه غريبه جدا جدا. ده كان راي الحكم كابتن سمير محمود عثمان امبارح كمان، والحكم الانجليزي في برنامج الكابتن احمد حسام ميدو، اللي انا عايز اشيد بيه في الحقيقه كابتن احمد حسام ميدو، لان هو كان كتب تويته في الاول قال لك يا جماعه الكره واضحه، الكره طبعا مش هدف ما تتحسبش، لكن هو اشتغل بجانب مهني ممتاز بصراحه، جاب الحكم اللي هو يعني بيتواصل معاه دايما، ديرموت جالاجر، الحكم الدولي الانجليزي السابق. وقال ايه الحكم ده في المداخله مع الكابتن احمد حسام ميدو؟ قال له هدف الاهلي امام البنك الاهلي صحيح 100%، ولا اصدق قرار الحكم بالغاء هذا الهدف. الراجل مش مستوعب، يعني بيقول لك ايه الاسباب اللي خلت ان الحكم بتاع الماتش ده يلغي الجون ده؟ هو الراجل مش مستوعب. ده حكم انجليزي بقى، لا تقول لي بقى محسوب على اهلي، محسوب على زمالك، ولا على اي نادي، ده حكم انجليزي ملوش في الدنيا. هو الراجل بيتكلم في حاله قدامه، فهو شاف الحاله قال لك يا جماعه دي ازاي ما تتحسبش جول؟ هو مستغرب. فادي الناس اللي يعني ايه اللي حللت الهدف بشكل منطقي جدا من غير اي حسابات شخصيه، من غير اي حسابات شخصيه، وده اللي مهم جدا بالنسبه لي. فدي امور يعني غريبه وواضحه، وامر لازم يكون فيه خطوات عاجله. وبالمناسبه بيان النادي الاهلي ده خطوه اوليه، يعني الخطوه الاولى كده ان احنا يا جماعه، او مش بيان، الخطاب يعني اللي ارسله النادي الاهلي لاتحاد الكوره النهارده ده خطوه اوليه كده، لغايه لما نشوف اتحاد الكوره هيعمل ايه، هيحل القصه دي، هيحل مشاكله التحكيميه، يشوف حل مع لجنه الحكام، ولا ايه الوضع، الموقف هيبقى ازاي. تمام حلو. النهارده خرج بعض الاخبار المسربه بقى ان ايه، ان تم ايقاف الحكم الفلاني والحكم العلاني، اخبار مسربه من قبل الاتحاد. طيب انت لما هتوقف ما هستفاد ايه؟ انا كفريق النادي الاهلي انا هستفاد ايه؟ انت خسرتني نقاط مهمة جدا في البطولة، 4 نقاط حتى الآن في بطولة الدوري الأهلي خسرهم بسبب الأخطاء التحكيمية. لو نرجع مباراة وادي دجلة كان لينا ضربة جزاء واضحة جدا، واضحة جدا. ضربة جزاء بتاعت أحمد رمضان بك. ده 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 دي الأخبار اللي يعني عايز أقول إيه متسربة النهاردة من الاتحاد، استبعاد الحكمين محمد سلامة وعمرو الشناوي من إدارة مباريات الأهلي. فالناس بتتكلم في الجزئيه دي، الناس يعني بيقولوا ان ممكن هيكون في قرار في اتجاه، لحد دلوقتي مفيش حاجه رسمي، بس تسريب الاخبار دي هي برضو يعني هتفيد النادي الاهلي بايه؟ النادي الاهلي عايز عداله تحكيميه خلال الفتره الجايه، النادي الاهلي عايز الامور تمشي بشكل عادل ما بين الفرق كلها، ما يبقاش في اي مشكله في المباريات، وما يبقاش في تعمد لتعطيل النادي الاهلي. فانا عايز اوجه بقى رساله لمين؟ للكابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه للاتحاد المصري لكره القدم، واللي بيديروا الاتحاد دلوقتي. بعد اذن حضرتك تدخل، وبعد اذن حضرتك حاول تطلع وتتكلم وتوضح الامر فيه ايه، لان كده بطوله الدوري داخله في نفق مظلم. انت كده الوضع غريب ومريب،
وضع غريب ومريب. فبعد اذن حضراتكم المسؤولين عن اتحاد الكره دلوقتي شوفوا حل في القصه دي، لان الموضوع بقى مبالغ فيه والاخطاء التحكيميه بقى مبالغ فيها. فدي كل الامور الهامه. سريعا قبل ما نروح للفاصل، انا اتكلمت على الجانب الفني، قلنا ان الاهلي عنده بعض الاخطاء، لكن في نفس الوقت انا مش قادر اقيم الاهلي امبارح في المباراه. هل الاهلي كان حلو ولا وحش؟ مش قادر اقيمه. ليه؟ لان احنا كنا بنلعب فرقه واقفه على خط الجول، بنلاعب 11 حارس مرمى، مش بنلاعب فرقه كامله. مع كامل التقدير والاحترام للكابتن محمد يوسف، ده اسلوبه او دي طريقته اللي يخرج بيها بنقطه من المباراه، حقه طبعا، ومدرب كبير بالمناسبه. لكن في نفس الوقت انت ما تقدرش تقيم الاهلي فنيا. انت تقيم الاهلي فنيا لما تكون بتلعب مع فرقه بتلعب كوره بشكل جيد، تقدر تاخد وتدي معاها، تعرف تشوف الاهلي كان كويس ولا لا. لكن في كل الاحوال حتى لو في اخطاء فنيه، وده وارد جدا، هيتم تصحيحها بشكل كبير خلال الفتره اللي جايه. احنا منتظرين رد فعل من الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص ملف الحكام. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل. استنى، مكملين في ملف الحكام، لان واضح كده ان في توجه معين، واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي كتير. ففاكرين كده حلقه من الحلقات اعتقد الاسبوع اللي فات، عرضنا اللقطات وقعدنا نعد مع بعض كده اخطاء الحكام المؤثره في اتجاه النادي الاهلي، كم خطا دلوقتي زادوا. فنفكر بعض تاني بقى، نعد مع بعض تاني، هنفضل كده لغايه لما نشوف الحكام هيعملوا ايه، او نشوف اتحاد الكره هيتصرف في الملف ده ازاي. فتعالوا نبتدي باول ماتش خالص، ماتش المقصه. يا ريت تعرض لنا يا بيبو الخطا اللي كان في ماتش المقصه. واهو كان الحكم ابراهيم نور الدين، وكان حكم الفار برضو للاسف اللي لغى الكره دي. هدف اهو لغاه. نرجع بقى باللقطه، ارجع كده باللقطه يا بيبو. اوفسايد دي ولا مش اوفسايد؟ ها، اتلغت على اساس ايه؟ هل المشكله في تقنيه الفار؟ طب حلوها، في مشكله في الفار حلوها. طب بلاش المشكلة تكون في الجهاز نفسه، لا، المشكلة في حكام الفار، علموهم. لو مشكلة في الحكام نفسهم بتوع غرفة الفار، علموهم يا جماعة، ادوهم كورسات مكثفة عشان ما يقعوش في أخطاء كارثية زي دي. أدي أول خطأ. تعالى للخطأ التاني، إحنا عايزين نمشي من إيه؟ من القديم للجديد. من القديم للجديد. الخطأ التاني كان في مباراة وادي دجلة، تمام؟ وكان خطأ واضح جدا، ضربة جزاء لأحمد رمضان بيكم ما اتحسبتش. المدافع الراجل الكسندر جاكبسون ده، الكسندر لاعب وادي دجله امير عادل، شد احمد رمضان بيكم من ايده وقعه، الحكم ما حسبهاش، وكمان ما رجعش للفار. وهو حتى لو رجع للفار مش هتتحسب، حتى لو رجع للفار ما كانتش هتتحسب. ماشي، تعالى بقى المباراه اللي بعديها. ادي كده خطأين لحد دلوقتي، عد معايا وركز معايا. تعالى المباراه اللي بعديها، مباراه سيراميكا كليوباترا، كان الحكم محمد يوسف، وهو حكم محلي مش دولي. الكره دي قال لك ايه؟ قال لك اوفسايد. طب اوفسايد ازاي؟ طب ايه الاماره يا عم؟ طب يعني حللنا القصه، قول لنا ايه السبب؟ فين الاوفسايد؟ مفيش اوفسايد. طب ما اصل احنا رجعنا للفار. طب الفار هو الفار يا جماعه جاي عشان يعالج، عشان يحاول يخلي فيه عداله نسبيه، مش هقول عداله كامله، ولا عشان يعمل اخطاء زي دي؟ الاخطاء مش من الفار نفسه، الاخطاء من الحكام نفسهم، محتاجين تدريب وتعليم كتير جدا. الا اذا في اتجاه معين، وانا مصمم على الكلمه دي، الا اذا في اتجاه معين. هات لي اللقطه يا بيبو بعد اذن. واضح ان الموضوع في ان اهي اهي، بص الراجل رجله فين؟ الراجل اللي هناك ده اللي فوق ده، تمام، رجله مغطيه خالص. محمد شريف، محمد شريف كمل الكره، اتردد، حطها كهربا جول. كمل يا بيبو. حلو، فادي خطا ثالث مؤثر. خلي بالك انا كده جايب الاخطاء المؤثره اللي عطلت الاهلي، فموضوع غريب. والخطا بتاع امبارح برضه نعرضه ثاني، خلينا نعرضه. خطا بتاع امبارح في مباراه البنك الاهلي، خطا واضح جدا، كره ضربه جزاء، عفوا الكره جول، وتم الغاء الهدف بحجه ان ايمن اشرف عمل فاول مع المدافع. طب فين الفاول بقى؟ يعني بص المدافع، وقف يا بيبو معلش، ارجع، وايمن بيشوط الكره بدماغه. بص ايوه، هنا بص المدافع، اعتقد محمد مجدي لاعب البنك الاهلي، هو الكره اتردت من العارضه، ايمن اشرف واقف مستعد اهو، امشي بقى واحده، بص المدافع راح حط جسمه قدام مين؟ قدام ايمن اشرف. يعني هي لو مش جون تتحسب ضربه جزاء لايمن اشرف. بص هو اللي عطل ايمن اشرف، ومع ذلك الكره دخلت جون والحكم ما حسبهاش. فالموضوع بقى غريب كده، بقينا كام خطا يا جماعه في 7 ماتشات؟
كم خطأ مؤثر خلى النادي الأهلي يفقد 4 نقاط في الدوري، والمنافسة السنة دي صعبة. احنا بس اللي نعرف نعمله هي الحركة بتاعت الفار دي، بنعرف نعملها قوي، نعرف نرسم الرسمة كده على الهواء، شاطرين قوي فيها. هتالي كده تاني والنبي، يعني انت ممكن تعرف تعمل كده حلو قوي، لكن تاخد القرار الصح لا، مش عارف تاخد القرار الصح. ليه؟ لان انت مش ملم بالبنود او باللوائح او بالقوانين بتاعت اللعبه او بكيفيه استخدام تقنيه الفار. هي اللقطه دي احنا بنعرف نعملها قوي، بنعرف نرسمها كويس جدا، شاطرين قوي الحركه دي، بغض النظر على الحكم، كامل الاحترام والتقدير ليه طبعا، يعني كامل الاحترام والتقدير ليه، لكن انا بتكلم احنا بنعرف نعمل كده، بنعرف نعمل كده حلو قوي زي الفل، لكن ناخد القرار الصح لا ما نعرفش. احنا فالحين بس في الحركه دي. طب يا جماعه ما الفار نعمل الحركه دي، ده مطلوب، بس لما نروح نرجع للفار نتاكد الكره صح ولا غلط، الكره جون ولا مش جون، ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. هما الفار موجود ليه؟ الفار موجود ليه؟ طيب اخيرا بقى، اخيرا عشان اقفل الملف ده، لو دلوقتي في اتجاه، لو دلوقتي في اتجاه عند المسؤولين عن الكوره في اتحاد الكوره تحديدا ان هم يسندوا نادي بعينه او يقفوا جنب نادي بعينه ويفوقوه، عنده خلل اداري، عنده مشكله معينه عايزين يسندوه ويفوقوه، ما عنديش مشكله، بس مش على حساب الاهلي. ما تحاولش ان انت تسند وتعلي في نادي بعينه على حساب النادي الاهلي، ما تحاولش ان انت تبين ان النادي ده واقف على رجله على حساب النادي الاهلي. انا ما عنديش مشكله، احنا نفسنا كل الانديه، البطوله السنه دي صعبه جدا، نادي الزمالك لاول مره من سنوات عديده يبقى ماشي نقطه بنقطه مع النادي الاهلي، ومنافسه محترمه وحاجه جيده جدا، وكامل الاحترام والتقدير لنادي كبير وعظيم زي نادي الزمالك، لكن احنا عايزين عداله بس مش اكتر، احنا عايزين عداله. ده فيما يتعلق بملف الحكام. تعالوا نطمن على الفرقه بعد مباراه امبارح ونشوف بعض الاخبار اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي. والفريق استأنف تدريباته على طول بعد مباراه البنك، عشان احنا عندنا مباراه يوم الخميس امام المقاولون العرب ان شاء الله الساعه 5 على استاد الاهلي والسلام، ومباراه اكيد مهمه جدا في بطوله الدوري الممتاز. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي لقطات من تدريبات النهارده، تدريبات النادي الاهلي الصباحيه وبدايه الاستعداد لمباراه المقاولين ان شاء الله باذن الله تعالى. موسيماني كان عنده محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران، المحاضره استمرت لاكثر من نص ساعه عشان اتكلم معاهم في بعض الجوانب الفنيه بخصوص مباراة الأمس وبعض الأخطاء اللي ممكن يكون ارتكبها لاعبي النادي الأهلي طبقا لرؤية المدرب نفسه، وكامل الثقة والتقدير والمساندة والدعم لمستر بيتسو موسيماني، مدرب كبير جدا جدا. أخطاء أي حد وارد إنه يغلط، دي كورة مفيش مشكلة خالص، المهم أنت إزاي تعرف تعالج أخطائك. فالمحاضرة دي اتكلم فيها في بعض الأمور واستفاض بشكل كبير جدا. كمان النهاردة خلال المران كان في بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الكرة، وفي الآخر كان في تقسيمة قوية استعدادا لمواجهه المقاولين العرب. كمان الفريق بكره هيكون عنده مسحه طبيه، ده طبقا للبروتوكول من قبل الاتحاد المصري لكره القدم بعد تعديله، تم الغاء الرابيد تيست وتم اعتماد المساحات الطبيه عشان يتم التاكد من حالات كورونا. ان شاء الله باذن الله الكل يكون سليم سواء الاهلي او المقاولين العرب، ان شاء الله يكون الفريقين كاملين في هذه المباراه. النهارده كمان كان في مران استشفائي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي اللي شاركوا في المباراه بشكل كامل امبارح، ومران بدني قوي للاعبين اللي ما شاركوش في هذه المباراه. وفيما يتعلق بوليد سليمان ونطمن على حالته، وهي جزئيه بسيطه، يعني خطا بسيط، انا مش عايز اقول بسيط، يعني خطا كان المفروض ان احنا ما نقعش فيه، يعني سواء من وليد نفسه او من المدرب. وليد يعني كان اشتكى من اجهاد عضلي قبل اثناء عمليه الاحماء وقبل المباراه، فمستر بيتس موسيماني هو رجح الجزئيه دي في المؤتمر الصحفي، قال له يا وليد تقدر تلعب ولا لا؟ وليد قال له اقدر، فبالتالي لعب، فخسرنا تبديل بدري، ووليد الاصابه يعني تفاقمت شويه، لكن في كل الاحوال يعني امور وارد ان هي بتحصل في كره القدم، مفيش مشكله خالص. وليد هيكون عنده اشعه النهارده، اشعه رنين، وبكره الصبح هيكون عنده اشعه سونار، وبناء على هذه الاشعه هيتم توضيح وتحديد مده غياب وليد سليمان والبرنامج العلاجي ليه. لكن من ضمن الاخبار المهمه كمان هو خبر جيد في الحقيقه، هو عوده جونر اجيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي بعد اصابته في الوتر الوحشي للكاحل. واللاعب شارك النهارده في التدريبات بشكل كامل، كل فقرات التدريب، وده معناه ان اللاعب خلاص اصبح لائق للمشاركه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي، وكله هيبقى طبقا للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. طيب خبر عاجل، اتحاد الكرة قرر إيقاف أحمد
تمام تمام اتحاد الكرة قرر ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه، ده بعد اللقطه اللي كانت عقب مباراه الامس ما بين الاهلي والبنك الاهلي. وبشكل رسمي طبقا للقرار اللي قاله الاتحاد المصري او الاتحاد المصري لكره القدم اللجنه الثلاثيه ان تم ايقاف محمد الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه. حاجات نتعلم منها وحاجات نحاول ان احنا نتعامل معاها خلال الفتره اللي جايه، وكل ثقه في حراس مرمى النادي الاهلي موجودين عندنا علي لطفي وعندنا مصطفى شوبير. فدي كانت بعض الامور وبعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا بعض الاخبار الاخرى اللي هنتكلم فيها ايضا بخصوص النادي الاهلي وبعض الاخبار المحليه والعالميه. استنونا. حلو قوي، اتحاد الكره دلوقتي طلع قرار رسمي ان الشناوي تم ايقافه لمده 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه. ماشي، انت جاي علينا قوي مفيش مشكله، جاي على الاهلي قوي مفيش مشكله، القرار طلع بشكل سريع جدا جدا مفيش مشكله، اللي هو لما صدقت ان في حاجه ناحيه الاهلي يلا عاقب بسرعه بسرعه. طب هتعمل ايه مع حكامك؟ الحكام اللي اخطاوا في معظم مباريات الاهلي هذا الموسم، الحل معاهم، الموقف اللي معاهم ايه؟ الموقف اللي هيكون اتجاه الحكام بتوعك ايه؟ سواء حكام ساحه او حكام فار، هتعمل معاهم ايه كاتحاد كوره؟ هتاخد قرار ولا مش هتاخد قرار؟ ولا هي قرارات بس تكون في اتجاه النادي الاهلي؟ العقوبات بس تكون في اتجاه النادي الاهلي؟ انا ما بقولكش ما تعاقبش، اللي اخطا عاقبه، ما عنديش مشكله. رغم ان انا شايف ان في ايه؟ يعني في تعمد وفي تحامل، تحامل عشان المصطلح يبقى صحيح، تحامل على النادي الاهلي شويه وتحامل على الشناوي شويه في هذه العقوبه، لان الحكم اصلا ما كتبش حاجه في تقريره. حكم المباراه بالامس ما كتبش حاجه في تقريره، اللي هو حكم محمد سلام، هو حكم محلي بالمناسبه مش حكم دولي برضه اللي ادار هذه المباراه، كامل الاحترام ليه، لكن في كل الاحوال هو ما كتبش حاجه في تقريره. طب انت عاقبت الشناوي رغم ان الحكم ما كتبش حاجه في تقريره، اما صدقت لقيت حاجه ناحيه الاهلي رغم ان الحكم ما كتبش حاجه في تقريره، تمام؟ هتعمل ايه مع حكامك؟ هتاخد قرارات مع حكامك ولا لا؟ هتوقفهم ولا لا؟ هتعالج اخطائك ازاي؟ هنشوف، خلينا نشوف، خلينا نتابع، يمكن يكون في خطوات حقيقيه تجاه العداله التحكيميه، يمكن. فهتشوف خلال الفتره اللي جايه، منتظرين قرارات بقى اخرى. يعني انت اديت قرارات الشناوي خلاص ماشي، احنا مستنيين قرارات تانيه بقى تجاه التحكيم، تجاه الحكام، هتعامل ازاي مع لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم؟ ده المنتظر من اتحاد الكره خلال الفتره اللي جايه. ده كان تعقيب سريع كمان على ايقاف محمد الشناوي. طيب خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، واللي كان متواجد في الجولة الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بخصوص فرعي الأهلي مدينة نصر وفرع التجمع الخامس اللي بصدد الافتتاح خلال شهور قليلة جدا جدا جدا، وكانت جولة لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتفقد لعمليات الإنشاء وعمليات التطوير في الفرعين دول تحديدا. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما تفضلت فعلا وقلت ان زياره بقياده طبعا الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب لتفقد طبعا سير العمل في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. يمكن ما شاء الله سير العمل شغال كويس، عرفنا على افتتاح الفرع يمكن حوالي 80% هيتم افتتاحه في خلال شهور قليله جدا هذا العام. طبعا افتتاح فرع جديد للنادي الاهلي هيكون في التجمع الخامس، وبعد اما كابتن خطيب ومجلس ادارته تفقدوا تجمع الخامس على طول على مدينه نصر عشان الباركن العربيات اللي بتعمل سطحي، طبعا حاجه تضاف الى انجازات مجلس الاداره. وحاجه مهمه جدا بالتحديد في فرع الاهلي مدينه نصر، لان في ازمه دايما في موضوع الباركنج هناك. يعني طبعا بعد تطوير حي مدينه نصر بالكامل كويس. طبعا القياده السياسيه بعد تطوير الشوارع وعمل الكباري الخاصه وتسهيل حركه المرور كانت بقت حاجه رائعه في الحقيقه هناك في مدينه نصر، ما في سيوله مروريه غير مسبوقه. يعني مظبوط، وطبعا ممنوع منع مثلا الباركنج حوالين النادي الاهلي، فطبعا الحمد لله النادي الاهلي قدر يحصل على التراخيص اللازمه وعمل باركنج يخص اعضاء النادي الاهلي، وخلال شهور برضه ايضا هيتم افتتاح الباركن الخاص بفرع النادي الاهلي مدينه نصر. يمكن الان منذ حوالي نص ساعه يجتمع مجلس اداره النادي الاهلي
بقيادة طبعا الكابتن محمود الخطيب تفرع عملية مصري اجتماع شغال من نص ساعة. يا رب بإذن الله يعني مجهود مجلس الإدارة يلقى قبول كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي. إن شاء الله أبرز الحضور النهاردة يا شريف في الجولتين دول. سمع زميلي امير سامحني بقول لك ابرز الحضور يعني مجلس الاداره كان مين تاني؟ ابرز الحضور طبعا كابتن خطيب جيب نائب رئيس النادي الوزير العمري فاروق وبعض اعضاء مجلس الاداره الاستاذ ابراهيم قفراوي والاستاذ محمد الضماطي. يمكن في بنيه نصر انضم الاستاذ خالد درندري طبعا امين صندوق النادي الاهلي والاستاذ خالد مرتجي والدكتور محمد سراج والدكتور مهند مجدي. يمكن اغلبيه مجلس الاداره متواجدين الان في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي بعد زياره التجمع الخامس وزياره او تفقد انشاء طبعا تبعيه نصر ثم اجتماع مجلس الاداره المستمر الى الان. تمام، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي اللي كان مرافق لجولات مجلس اداره النادي الاهلي في مختلف الافرع، تحديدا فرع الاهلي مدينه نصر وفرع الاهلي في التجمع، وقال لنا كل التفاصيل بخصوص الجولتين دول. وفي الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي ماشي في مختلف الاتجاهات، سواء اتجاهات خاصه بالجوانب الانشائيه، الجوانب الرياضيه، الجوانب الاجتماعيه، ماشيين وشغالين بشكل جيد في الحقيقه. نتمنى لهم كل التوفيق. هنروح لفاصل بسرعه وبعدين نرجع نكمل. يلا، سؤال الحلقه كان ايه؟ راي حضراتكم ايه السبب اللي ادى لتعادل الاهلي امبارح في مباراه البنك الاهلي؟ فخلينا ناخد تفاعل حضراتكم في الحسابات المختلفه لقناه الاهلي على السوشيال ميديا. محمد صادق قال استعجال المكسب، ماشي. طه محمد قال الحكم. احمد علي قال عمرو الشناوي اللي هو حكم الفار. فيعني دي بعض التعليقات بالنسبه لحضراتكم. كمان حماده النوبي قال الحكم، واحمد عمرو محمد قال التحكيم. هو كان واضح جدا، مش عايز دايما اللي هو اعلق كل الاخطاء او كل تعطيل بيحصل للنادي الاهلي بخصوص يكون بخصوص التحكيم بس، لكن هي اسباب رئيسيه بصراحه واضحه وضوح الشمس. لكن دي كانت اراء حضراتكم في الحقيقه. لكن في كل الاحوال رغم كل اللي بيحصل مع النادي الاهلي، رغم كل الاخطاء التحكيميه الفجه، النادي الاهلي عنده كام بطوله؟ عنده 42 بطوله دوري. ان شاء الله باذن الله هيواصل المنافسه على هذه البطوله بقوه، وان شاء الله باذن الله السنه دي كمان يوصل للبطوله رقم 43 من خلال منافسه تكون شريفه مع كل المنافسين على البطوله هذا الموسم، تحديدا نادي الزمالك. اعتقد هيكون منافس قوي جدا. في كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يستمر في مشواره نحو هذا اللقب. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند. استنونا في حلقات جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.